ولإلقاء المزيد من الأضواء حول زيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من أبو ظبي سعادة السيد محمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة السفير، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع علاقات المملكة بدولة الإمارات تعتبر تاريخ ممتد وراسخ على كافة الأصعدة، وأيضا انعكاس حقيقي للعلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. أنتم كدبلوماسيين سعادة السفير، كيف تنظرون إلى زيارة سمو ولي العهد إلى أبو ظبي؟ أول شيء شرفنا أن نشارك وساهم في تغطية جزء من هذه الزيارة الميمونة، والتي تأتي في سلسلة اللقاءات المستمرة التي تقوم بها القيادتين وعلى رأسهم سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللقاءات التي تتم على مستوى رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة. ولا شك أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تأتي في إطار العلاقات الثنائية الأخوية الوثيقة، وتعزز ما يدعم العمل الخليجي المشترك. أن الوفد المرافق لسمو ولي العهد والذي يضم مسؤولين على مستوى رفيع يهدف إلى تطوير وتنمية هذا التعاون الأخوي الوثيق بين البلدين الشقيقين، وذلك في كافة المجالات بما يعود بالخير والنفع لدول مجلس التعاون. يعني في سياق ما ذكرت سعادة السفير، يعني الجميع يعلم أن التعاون بين البحرين والإمارات وتعاون استراتيجي من عقود ربما، وفي ازدهار مستمر ولله الحمد، وله أولوية قصوى في كل المجالات، سواء كانت اقتصادية سياسية إلى آخره. أنتم كيف يمكن يعني أو تفسرون زيارة سمو العهد؟ كيف من الممكن أن تسهم في تعزيز هذا التعاون الشامل على كافة الأصعدة سعادة السفير؟ أننا كدبلوماسي وصفتي كسفير لمملكة البحرين في دولة الإمارات نلتمس كل يوم، وإذا ما أقول لك يعني ممكن الأسبوع كل يوم، أن هناك لقاءات واتصالات مستمرة بهدف تعزيز هذه العلاقة وجعلها في المستوى الذي يرتقي إلى أن تكون في تحقيق التقدم والرخاء لشعوب البحر لشعب البحرين والإمارات. ولا شك أننا نلمس هذا شيء من مدى سرعة وتجاوب هؤلاء المسؤولين في تحقيق ما تصبو إليه البحرين في تقديم كافة الخدمات ودعم كافة المشروعات التنموية التي في النهاية تهدف إلى خدمة المواطن البحريني وجعل هذه الخدمات في متناول يديه لكي يستفيد منها في كافة المجالات. نعم، إذن سعادة السيد محمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي، شكرا جزيلا لك.